بيتم الكشف عن سيرتها بعد عندهم بعد 30 ولا 40 وبعضها بعد 50 سنة. النهاردة تجاوزوا ال 52 سنة. فإن الخطة شملت النقل القسري للفلسطينيين إلى مصر. كله بيفكر في مصر. بس مصر عصية على الجميع. ومصر خط أحمر قدام الجميع. بيقسموا في أرضنا وفي بلدنا. البلد دي ليها أهل وليها أصحاب وليها قيادة وليها جيش وليها شعب يحميها ويأمنها ومحدش يقدر يقرب ولا يقترب منها. بيقسموا في بلدنا. بيقسموا فينا. بيقسموا في بلدنا. النقل القسري للفلسطينيين إلى مصر أو أراضي، مفيش هنا مفيش حاجة اسمها أراضي إسرائيلية، دي أراضي فلسطينية. كلمة إسرائيل دي غلط. إسرائيل لا تمتلك أرضا. إسرائيل تحتل الأراضي وهي أراضي كلها محتلة. هي أرض فلسطينية أو أراضي فلسطينية. مفترض هنا البي بي سي كان لازم يعدلوا الكلمة دي، غلطانين طبعا، ولكن هم أكيد البي بي سي يعني لهم مصلحة، والخارجية الإنجليزية اللي هم وطنوا وجابوهم هنا ويحتلوا الأراضي هم الإنجليز، ما هو بتوعهم. هو مين اللي عمل يعني 1917 وما بعدها أراضي فلسطينية؟ وأنا هنا لازم أغيرها، يعني هنا أراضي فلسطينية، مفيش أراضي إسرائيلية. إسرائيل ملهاش أرض. إسرائيل تحتل الأراضي في كل المناطق، في كل الدول تحتل الأراضي، في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان تحتل أراضي، ليس لديها أرض تمتلكها. إلى مصر أو أراضي فلسطينية أخرى في محاولة لتخفيف حدة العمليات الفدائية ضد الاحتلال والمشكلات الأمنية التي تواجه سلطة الاحتلال في قطاع غزة. يبقى هنا تقارير السفارة الإنجليزية بتتكلم على خطة إسرائيل اللي هي النقل القسري للفلسطينيين إلى مصر أو أراضي فلسطينية أخرى اللي هم بيحتلوها حاليا في محاولة لتخفيف حدة العمليات زي ما بيحصل دلوقتي، أو المشكلات الأمنية التي تواجه سلطة الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. في أوائل سبتمبر عام 71 أسرت الحكومة الإسرائيلية، بلغتهم يعني الحكومة الإسرائيلية، قالت للبريطانيين إيه؟ بوجود خطة سرية لترحيل الفلسطينيين. يبقى هنا الحكومة الإسرائيلية بلغت بريطانيا اللي هي المؤسسة ليهم والداعمة ليهم والتي تتبناهم واللي هي سبب في وجود هذا الكيان الصهيوني غير الشرعي جنبنا عشان نفضل بدون استقرار. دي خطة البريطانية. فهم بلغوهم سنة 71 بوجود خطة سرية لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مناطق أخرى على رأسها مين؟ العريش المصرية. يبقى ده بداية الكلام الرسمي من الحكومة البريطانية الإسرائيلية إلى الحكومة الإنجليزية بخطة الترحيل، الخطة السرية اللي عندهم لترحيل الفلسطينيين من غزة. بقول لك دلوقتي الكلام ده سنة 71 أكنه النهاردة أكتوبر 23.